شفت لي الناس اللي كانوا نايمين على الرصيف هون؟ أخذتهم الشرطة كلياتهم. إجت الشرطة من الصبح لهون ولمت الكل. صرت قايلكم 100 مرة إنه النوم على الرصيف ممنوع لأنه ضد القانون، بس أنتم ما بتسمعوا. الرصيف للحكومة، كيف بدكم تفهموا هالكلام؟ أنا تعبت منكم، وإنتي إنتي معهم كمان؟ أنا مو شايفك من قبل، مبينة بنت عالم وناس محترمين وكأنك عروس. شو اللي جابك بين هالعالم المشردين؟ شو قصتك؟ هاي مرتي سيدي. هي بتكون مرتي. لا بالله، شو؟ وأنا شو بيثبت لي إنه هاي مرتك؟ طيب أنا شو بعمل؟ شو بعمل؟ بظن إنه كلامي كتير واضح. أنا شايف الحنة على أول شعرة، بس شو اللي بيثبت لي إنك أنت جوزة؟ أنا بصراحة ما عندي أي دليل، بس صدقني يا سيدي أنا ما عم كذب عليك بنوب، نحن متزوجين، صدقني. افترضنا إنه كلامك مزبوط، والقانون شو مشانه؟ لازم يكون في دليل على كل شيء. صدقنا يا سيدي، هو عن جد زوجي. نحن صحيح ما عندنا دليل، بس نحن والله متزوجين، والله. ومبارح كان عرسنا. ايه سيدي. ماشي، انا رح صدق الكلام اللي عم تقولوه، لانه واضح انكم عالم محترمين. بس ليك، اذا بشوفكم هون بخلقتي مره ثانيه رح تشوفوا مني شيء بشع كثير. حاضر سيدي. يلا روحوا من وشي. يلا جنى. أهلين ابني. أهلين. أهلين عمو. بصراحة جيت لشوف مازن وجانا. يعني مو عارفان إنك جاي تدور على الناس الغلط بالمكان الغلط يا ابني. روح دور عليهم بالشوارع على شي رصيف، لأنه هنيك المكان المناسب لإلهم. ما فهمت أي شي. أنا رح فهمك منيح. أنا زتيتهم برات بيتي، راحوا بالشارع، فهمت؟ وليش؟ يعني كيف؟ أنا هيك بدي، هذا البيت بيتي، وأنا اللي بقرر مين هو يلي بيضل فيه ومين بيطلع. يا خالتي، كيف قدرتي تقلعيهم؟ ساتيش، ما في داعي من الحكي معها أبداً. هاي مجنونة يا أبني. طيب عمو على القليلة خبرونا. بظن هاد غلطي أنا، من الأول كان لازم أجي لهون. لوين بيكونوا راحوا هلا؟ قلت لك بتلاقيهم بالشارع، المهم اني خلصت من هالاثنين هدول. على مهله، كيف فيك تحكي هذا الحكي؟ انا فيني افهم كرهك لجانا، بس مازن مو ابني. اذا الولد بيعمل قيمه لامه، اكيد امه بتعمل له قيمه هي كمان. انا بحبه كثير لابني، بس هالحب هاد مقابل شو؟ هي البنت حطمت كل شيء انا بنيته مع ابني. لو انك تزوجت من سنتين كنت ارتحت وما كنت عم عاني هلا مع هاللعنه هي. ليك هلا رجعت لي وعم تخرب لي حياتي. بالاذن. مازن، الكلام اللي حكاه الضابط اكيد ما كان غلط. شو الدليل على زواجنا؟ نفدنا اليوم من هالمشكله بس باعجوبه. بس بعدين شو رح نعمل إذا صار معنا شي؟ لازم نحسب حساب ونطالع شي بيثبت إنه متزوجين. أنا بعد اللي صار ما بقى أطمن أبداً، لأنه اللي رح يصير بعدين أسوأ بكتير. أنت عم تسمعني مازن؟ أنت عم تبكي؟ مازن شو القصة؟ أنت تعال اقعد هون، تعال. مازن شو القصة؟ مازن ممكن ترد علي؟ قلي أي شيء. أنا آسف كثير. أنا آسف. أنت حطيتي كل ثقتك فيني.
وأنا خذلتك وما لي قدرة أقدم لك شيء. أنا خذلتك جانا وأنا ما لي قدرة أعمل لك أي شيء. مازن طيب ليش عم تلوم حالك هيك؟ نسيت إنه هذا خيارنا سوا؟ ليش عم تلوم حالك لكان؟ ما رح كون مبسوطة إذا بتلوم حالك. أنت مالك ذنب مازن، أنا كمان مسؤولة عن هالشي. نحن الاثنين مسؤولين عن كل شي صار. أنا بدي إياك توعدني، وعدني إنك رح تقاوم. إذا كنا مع بعضنا رح نتغلب على كل شي ورح نكمل حياتنا. أنا مبسوطة لأني معك. أنت مبسوط؟ أنا كتير مبسوطة. ما بيهمني وين بدي نام ولا وين بدي عيش، ما بيهمني غير إني ضل معك. أنا ما بدي غير رفقتك وكون معك. ساتيج ليش تأخرت؟ اتصلت فيك أكثر من مرة، ليش ما رديت علي؟ شو صاير؟ ما لقيت مازن وجانا. كيف؟ دورت بكل مكان ما إلهم أي أثر. أنت عم تقول إنه ما لقيتهم؟ ليش مو عايشين ببيت مازن؟ خالتي سافيتا ما خلتهم عنده وقلعتهم برا البيت. الله بيعلم وينهم هلا. يا الله كيف يعني هالحكي؟ طيب وين بدهم يكونوا راحوا؟ ساتيش هن ما عندهم اي مكان تاني يروحوا عليه؟ يعني هن بالشوارع من امبارح؟ وين بيكونوا؟ انا عن جد ما بعرف ولا حتى عندي اي فكره. دورت بكل الأماكن اللي ممكن يروحوا عليها. الله يسامحهم بس، ويسامحك يا خالتي. شو عم تعمل؟ بالله شو؟ مفكرتيني ما بعرف؟ بتموتي بكل شيء اسمه مصاري، لكن انت ما بتشبعي يعني؟ بربك في مرة بالعالم فيها تتعامل مع ابنها بهالطريقة السيئة هي؟ بدك اياه يعصى كلامي واعمل لي شو ما بده؟ يلا قلي، بعدين انت شو عملت لي؟ انت ما بيطلع لك تحكي معي اي شيء، بحياتك كلها ما اشتريت لي اي غرض، فكرت تجيب لي شيء حلق؟ ولا مصدق هالتنك اللي انا حاططه؟ هلا جاي تحاسبني على رزقي؟ هاتن من ايدك. لا لشوف. ما رح اعطيك اياهن، هي العلبه لكنتك جانا، يعني هي العلبه رح تاخذها جانا حصرا. ايه قلت هالعلبه لجانا، ما عم تفهمي؟ انت ما بتستاهلي. لا شنونات في العافيه صح. سيد دامودار؟ اسمعني، إذا جاي تحكي بموضوعهم فما رح أسمع لك. إيه؟ أنا ما بدي أسمع شي عنهم، ما بدي يكون إلنا علاقة معهم، أي علاقة. ولا واحد فينا رح يسامحهم طول عمرنا، شو ما صار لهم وبأي مكان. ما بقى بدي أعرف عنهم أي شي. حتى لو بدك تعرفي شي، أنا ما عندي جواب على أي شي بتسأليه. أنا ما بعرف وين هنين، لأنه مرتي قلعتهم وما بعرف لوين راحوا من وقت طلعوا من عنا. صدقيني أنا ما بعرف وين ممكن يكونوا. هاي علبة الصيغة لجانا، سافيتا الله يسامحها أخذتها منهم من قبل، وأنا جيت رجع لكم ياهن. اسمحوا لي. ابني أش
شيء. شو صار لك؟ انت مبلول كلياتك. وكيف بدي يكون يعني؟ مو شايف المطر؟ حياتي ما شفت هيك مطر. شو بدي اقول لك؟ خذي هويتك. الكباين الخاصة محجوزة، لهيك حجزت كرسي. هات. تأكدي. حجزت؟ لوين حجزت؟ أنتِ رايحة على شي مكان؟ إيه، رايحة على ناقبور. عرس ابن رفيقتي راجني، وما فيني ما أروح عليه، لأنه رح تزعل مني. أجيت. طيب، عود، ريح حالك. عود ابني، عود. عندك نزلة برد، أنا رح نشف لك شعراتك. وأنا رح أعمل لك فنجان شاي، وبعدها رح تحس إنك أحسن شوي. أجيت، تعرف شي عن أخي أو مرته جانا؟ بصراحة فاندو، منشان دور عليهم عطلت عن شغلي، بس على الفاضي ما لقيت حدا. ما في داعي تقلقي وتدوري على حدا. بيقول المثل اللي بتزرعه بإيديك بدك تحصده، وهن لازم يدفعوا الثمن لأنه هن اختاروا هذا الطريق. أنت ليش هيك عم تفكري؟ والله حرام هالحكي. لكن شو؟ كيف بدي أفكر بطريقة منيحة؟ هن بحياتهم ما تصرفوا معي منيح، لهيك ماني مضطرة أكون منيحة. شوف أجيت، انتبه إنه ممكن يعملوا لك شي مشكلة، لأنه مازن وجانا ما بيحبوك، وأنا بعرف منيح هالشي. ووقتها رح ترجع تتأكد من صحة كلامي. ماشي. طبعاً أنت ما رح تصدقني هلأ، لأنك من جر ورا هالتافه وعايش تحت تأثيره، والناس عم تضحك عليك. لا تضحك العالم عليك. شو أنت أعمى ومالك شايف؟ ليش مسيطر عليك كل هالشي؟ أنا ما بيهمني رأي الناس يا أمي، ما بيهمني أبداً. وبعدين مازن شخص كويس، والناس بتشهد على هالشي، بتمنى أتأثر فيه. مازن، أنت مبلل. خدي، جبت لك كحك سخن، هن رطبين بس طيبين، خدي دوقي. وأنت ما رح تأكل؟ لا، أنا أكلت كم مفطيرة وأنا جاي على الطريق، جبت لك هدول إلك، كلي. مازن، عن جد أنا مو جاي عبالي أكل أبدا. كيف مالك جوعانة؟ أنت إلك من الصبح ما أكلتي ولا لقمة، أكيد بتكوني جوعانة. لكان أنت بتروح بتاكل لحالك؟ فكرت أنك بتحب تاكل لما بكون معك، بس طلع ما بيهمك هالشي، مع أني متأكدة أنك ما أكلت، بس ولا يهمك. عن جد عادي، أنا مو بنفسي أكل. طيب، أنا رح أكل قطعة، بركي بفتح لك نفسك. لا لا، قطعة ما بتكفيك. أنا فكرتك رح تشاركني الأكل النص بالنص، قطعة واحدة ما بتكفيك. ولا يهمك، أنا ما رح أجبرك تاكل، بس يعني ماني جوعانة. ماشي، طيب النص بالنص، منيح؟ مبسوطة؟ فهمت الدرس هلأ؟ شو؟ ما فهمت؟ أنت ما فيك تكذب علي مازن، وإذا أنت ما فيك تكذب علي، الأحسن إلك أنك ما تحاول. أنت أول. قوم لشوف. ايه، انا عم بحكي معك، قوم. يلا هات المصاري. شو؟ هات المصاري، اعطيني لشوف. شبك انت؟ كيف يعني؟ عم تشادلني كمان؟ هذا المكان إلنا، نحن عم ننام هون. يلا اعطيني المصاري، هاتن ولا تشادلني. طيب، شو يلي بيثبت لي انه هذا المكان إلك؟ اثبات؟ بدك اثبات؟
انت ما عندك مكان يلمك عم تتخانق معي؟ يلا اعطيني المصاري. وانتي مدام حابه تصيري ارمله يعني؟ يلا فهمي، هات مصاري بقى. ما حدا بيعرف يلمك يعني؟ انت زودتها؟ بلكي رح كسر لك راسك وايديك اذا بتعمل مشاكل ولا؟ تاخذ عصابتك وبتنقلع من وشي ولا؟ قبل ما افصل راسك عن جسمك يا حلوان واعمل لك خريطه بوشك. اي ليش عم تفنجر عيونك؟ ليش عم تمحلق هيك؟ بلكي رح اقلع لك ياهن، نقلع من وشي يلا. لا اهلين مازن. اهلين. أهلين. أنت شو اللي جابك لهون؟ شو نص أخي؟ اشتقت لي يعني؟ بتتذكر كيف كنت جيب لك أكل على السجن؟ بالله ليش أنتو هون؟ شو صار معك؟ ما توقعت شوفك هون، شو القصة؟ شو هالقصة الحب هي؟ والله حلوة، ما سمعت أحلى منها، مثل قصة روميو وجولييت تماما. ايه والله مزبوط، تماما مثل أبطال الأفلام، جيت أنت خطفتها من العرس تبعها وتجوزتها غصب عن كل العالم. بس هي مو شغلة جديدة، طول عمرك هيك، واليوم أنا تفاجأت إنك شاب عاطفي، بس برافو عليك، عجبتني والله، أنت عملت الصح. شو القصة مازن؟ لشو بقى؟ بين كأنك زعلان. صح، لأنه عنا مشاكل وما إلى أي حل. إلنا يومين عم ندور بكل الشوارع ومو عارفانين وين بدنا نروح. والله العظيم تعبنا كتير، تعبنا. يعني معقول يصير فيك هيك وأنا هون؟ مستحيل طبعا. ليك أنا بصراحة ما عندي قصر، غرفتي صغيرة مناسبة لظرفك بظن، فيكن تبقوا فيها قد ما بدكن. إيه بس في مشكلة، انت وشطارتك ممكن تحول لغرفة. المعنى؟ المعنى انه الغرفة ما انسكنت من زمان مازن، اذا بتتعبوا عليها شوي فيكن تسكنوا فيها. ايه لكن طبعا نحن رح نعمل هيك، بس يعني مشان الاجار انا ما معي كتير مصاري. مصاري شو؟ انت اجدب شي. ليك انا عندي شرط، انا ما رح اخد مصاري اجارة طول ما انتو فيها. اذا بدك تدفع اجار لكن دور على غيرها. ليك انا معتر صحيح، بس أنا بعرف شو معنى الأصدقاء ولو. بس أنا كيف يعني بدي أسكنها؟ هي هي المشكلة تبع الناس المحترمين أمثال حضرتك أنت. أنتوا بتفكروا كتير، أما نحنا فمنقبل الشغلات مثل ما بتجي. بس حاجة بس بقى، رح تجي تشوف الغرفة ولا منسكر على القصة؟ يلا هات الشنطة. يلا مازن جاهز؟ يلا امشي. تفضلوا. امشوا معي. تفضل يا أختي. يلا دخلنا. شرفي معنا. بالحقيقة أنا رجال عزابي وبطلع برا مشان شغلي، لهيك ما أجيت من وقت طويل، ولهيك الغرفة بهي الحالة. شو ما كانت هي كتير حلوة، أنا بحياتي ما رح أنسى معروفك هذا معي. رديت عدت هالكلام، المرة الجاية إذا بتعيدها رح أخذ منك الغرفة. ها هلأ هي صارت إلك لوقت ما تنتهي منها. رح نحاول كل جهدنا لنحولها لبيت. ماشي اسمع، إذا احتجتوا هون لأي شي خبرنا، منلبيك على الحارك، أنا وراغو تحت أمرك. ماشي؟ رح نستأذنكم هلا. يلا. جريس. شكراً كثير. ولا كلمة. خلص انت لا تقلي. أنا رح أتكفل بكل شيء. إيه معناتها أعطيني سيارة لحتجرب سواقتها. أهلين مازن. استنى شوي. شو في مين؟ كيفك؟ صار معك شي مبارح؟ أنا قصدي الغرفة.
كانت منيحة ولا صار معكم مشاكل ليلة امبارح؟ لا أبداً ما في مشاكل، والقعدة فيها حلوة، مو جانا؟ مازن، نحن منعرف شلون كان امبارح، الواحد يا دوب يعيش بهديك الغرفة، وهي على كل حال موجودة بالوقت اللي بدك إياه، وهالشيء أكيد كافي لإلنا. لوين رايح من الصبح بكير؟ بصراحة، أنا لقيت بيت بس أنا محتاج لأي شغل. أنا عم حاول إني لاقي شي شغل لجمع مصاري، وفي شغلة تانية كمان بدي سجل زواجنا بمكتب التسجيل، لأنه بالطريقة يلي نحن عايشين فيها أي شي ممكن يصير، لهيك نحن بدنا دليل لزواجنا. أنت مو بحاجة تروح لمكتب التسجيل مشان هالشي، في مكان قريب من هون. إيه المعنى؟ قصدي تتزوج زواج على الأصول، مين بيقدر يشهد على زواجك أحسن من الله؟ هيك بيكون أحسن لك. كلامه صح، والله مظبوط، بيكون عندك دليل وما بيعود حدا له شيء، وهي راح تكون المناسبة الأسعد، وراح يكون عندنا فرصة لنشاركك بعرسك. اللي شو رأيك؟ فيك تعمل المعاملات الرسمية بعدين، بالأول لازم تتزوجوا. عن جد انتو اثنين بتجننوا. طبعاً لك هلأ فيك تبلش يا حكيم، أخي مازين والأخت جانا صاروا جاهزين يتزوجوا. شو مازين؟ أهلين رافي. مرحبا. أهلين، تفضل. فايشو إذا سمحت يعملي لنا شاي. فهمني شو القصة؟ ليش اتصلت فيني وطلبتني بهي السرعة؟ بصراحة صاير معنا مشكلة كبيرة، بنت حماي جانا هربت من البيت مع رجال بليلة عرسها، وهالشخص هاد اسمه مازي. رافي نحن لازم نحمي جانا من كذب مازن وغدره بأي تمن، لهيك لازم نتصرف فوراً قبل ما يتزوجوا بشكل قانوني ويفوتنا الأوان. أنت لازم تقبض عليهم وتعاقب مازن على سلوكه وتمنع هالزواج إنه يصير. لا نحن ما رح نقدر، لأنه عنا مشكلة كبيرة يا درويش. جانا بالغة وراشدة، وإذا هي موافقة على مازن فالقانون حتماً رح يكون معها، مشان هيك لازم جانا تكون. جانا أنا بعرف أتعامل معها، أنت بس ساعدني لحتى نبعدها عن مازن، لأنه طالما هي جنبه فهي ما رح تعرف تفكر صح أبداً، بس لما تبعد عنه رح تعرف وين مصلحتها وراح تبالها. إذا هيك ما في مشكلة، أنا رح خلي مازن يتعاقب ويدفع ثمن أخطائه ويندم على عملته كمان.
انبسط سيد مازن، عيلتك اجت لتشارك معنا بالزواج وتحتفل معك بهاليوم العظيم. دخلك مو هداك الزلمه اللي قابلناه بالسجن؟ بسرعه خذ له الضيافه. ايه يلا رايح رايح. بس انت فهمني شو عم يساوي حضره المحقق هون يا ترى؟ درويش انا قلت لك انه هدول الاثنين بالغين وراشدين، وهلا هنين تزوجوا وفق القانون والعادات والتقاليد، وما عاد فينا نعمل شيء ابدا. عفوا شو بتقصد انت؟ ليش شو كنت بدك تعمل معنا؟ كنت عم تفكر تفصلنا عن بعض؟ جانا انت ما عم تفهمي اللي عم بيصير ابدا، بس انا بعرف كثير منيح انه مازن عم يستغلك، وطبعا لما هو رح ينفض من تهمه القتل رح يرميكي من حياته وما عاد يسال عنك ابدا، لانه هو تزوجك كرمال مصالحه. جانا كوني صهرك وخايف عليكي، انا عم حذرك من نوايا الشيطانيه، صدقيني. اسمعني منيح جانا، روقي شوي. انا ما بيهمني شو كان رح يعمل معنا او شو رايه فيني، انا مبسوط لانه رغم كل محاولاتهم لحتى يفرقونا بالاخر اجى شخص منهم بيحضر عرسنا. درويش ما بعرف شو ممكن اقول لحتى تصدق اني بحبها لجانا وما عم بستغلها ابدا، بس بحب اكد لك انه جانا رح تكون سعيده، لانه يلي بيننا اكبر من اي شيء. انت غلطان كثير، الشيء اللي مالك قدران تفهمه انت وغيرك انه انا وجانا واحد، واذا انا جرحتها واسأت لها بكون جرحت حالي واسأت لنفسي، والانسان ما في اغلى من روحه ابدا، ولا يمكن انه يفكر يجرحها او يأذيها. مازن؟ جانا؟ شو هالمفاجأة؟ تفضلوا ليش واقفين؟ تفضلوا. في حدا مسافر؟ ايه أنا رايحة على أمريكا. وليش بدك تسافري؟ ولأيمتى؟ بصراحة عندي أسباب كتيرة للسفر، وإذا بدي فكر فيهم وأنا هون رح أخذ وقت كتير ويمكن ما أرجع. بس أنت فاجأتينا كتير بهالقرار. أنا ما بقي لي أي شي بهالمدينة وما في فايدة من وجودي هون، لهيك أنا لازم روح. جانا أنا إلي طلب مهم عندك، حاولي تهتمي بساشين وتعلميه على المحبة والأخلاق العالية، حاولي تخليه يصير شخص شهم وعنده أخلاق مثل مازن. بس شرفاني ما رح تاخدي ساشين معك؟ للأسف لا، أمك إجت أخدته من هون وراحت بدون ما تسأل عن حدا، وهو هلأ بالبيت. ليش انتو ما بتعرفوا بهذا الشيء؟ شرفاني نحن مو عايشين بهذا البيت حاليا، بعد الزواج ماما قلعتنا من البيت وسكننا برا. شرفاني انتي انسانة عظيمة، وأنا حابة أشكرك على موقفك معنا، بس ماني قدرانة أوفيكي حقك بالشكل المناسب. أنتي كنتي كتير نبيلة ومخلصة بوقفتك معنا، وأثبتتي أنك مو أنانية. أنتي عطيتي لحياتنا معنى وأمل،
لو انك ما رفضتي تتزوجي مازن كان صار كارثة. انت انقذتي حبنا شرفاني، سامحينا اذا غلطنا بحقك. لا جانا، ما في داعي تعتذري. انا ما رفضت اني اتزوجه لحتى اقدم لكم خدمة. بصراحة انا كان لازم اعمل هذا الشيء من زمان لانه الحل الافضل، بس ما في مشكلة. انتي بتعرفي امك كتير منيح، قلبها طيب ولا يمكن تستغني عنكم ابدا، واكيد رح ترجع تستقبلكم. واذا قدرتي انك ترجعي على البيت ما تنسي شو قلتلك، حاولي تهتمي بساشين وعاملي بحبه كأنك أمه، وأنا رح أشتاق لكم كتير، وإذا رجعت أكيد رح أشوفكم. سوشنا، ليش عم تفكري بجانو كل هالقد؟ أحسن شي بتعمليه إنك تشوفيها بأسرع وقت. بس أنا ما عم فكر فيها أبدا، هي قررت تعيش حياتها مثل ما بدها وما سألت على حدا، وإذا كانت مبسوطة أو مزعوجة فهالشي ما بيعنينا أبدا. سوشنا، أنتي متأكدة إنه ما بيعنيكي؟ لا سوشنا، جانا مو بس بنتك، هي حياتك وقطعة منك من لما ولدت، وأنتي كنتي تشوفي فيها الأمل والحب والقوة، وكنتي تشوفيها دائما أهم شي صار بحياتك، وتفضليها على كل الناس. أنتي مو قدراني تفرحي أو تتوازني بغيبتها. شوفي حالك، كيف بتقولي إنه الرابط انكسر؟ وكيف سعادتها ما بتعني لك؟ أنا ما بعدت عنها، هي بعدت. إيه بس أنت حطيتيها بموقف صعب ومحرج وخليتيها تختار بينك وبين مازن. بس هي ما اختارتني إلي، اختارت مازن، وما سألت عن شعوري أبدا. ما بعرف، يمكن ما نقدر نكون موضوعيين ونميز الصح من الغلط. شو قصدك؟ انت بتعتقدي انه جانو اخذت قرار غلط بزواجها؟ ما بعرف بالضبط، كل شيء انا بعرفه انه تركتني وراحت ودمرت حياتها بهالزواج، وبالاخر رح تعيش بمجتمع منحط. روحت كسرت قلبنا كلنا وخلت حبنا وخوفنا عليها يروح على الفاضي. مسكينة جانو، هلأ بتكون عايشة عيشة تعيسة ووضيعة. عم فكر إني روح شوف حياتها عن قرب. لازم شوف كيف ووين عايشة. بكرة لازم روح وزورها ببيتها وأشمت بوضع المزري وتسلى. مرحبا استاذ. انا كنت عم بستناك من فتره. استاذ انا كنت مشغول بالاعمال اللي طلبتها مني وهلا خلصتها، وحضرتك قلت انك بحاجه لشوفير، وانا جبت لك واحد، والشاب شوفير ممتاز ورح يعجبك. الشاب تبعك قبضاي بيتحمل ضغط ومسؤوليه؟ طبعا استاذ، الشاب ممتاز وجاهز لكل شيء تطلبه حضرتك ورح يعجبك. استاذ الشاب قبضاي وامين وبتقدر تحط ثقتك فيه وتعتمد عليه. طالما هيك أنا موافق، بس رح يكون على مسؤوليتك أنت. ماشي يا شانجار. أنا رح أيطله.
شانغار خده واشرح له عن الشغل. استاذ بعد اذنك ممكن تعطيه دفعه مقدما؟ خلص ما في داعي استاذ، ما تقلق انا رح حل القصه ما مشكله. شانغار اعطيه دفعه، في شيء ثاني؟ لا لا ابدا استاذ، شكرا كثير لحضرتك، يكتر خيرك. يلا مازن. شو هالقرف؟ مانو؟ أهلين؟ شو هالمفاجأة؟ أنت كيف عرفتي إني ساكنة هون؟ خالتي نيرمالا شافتك هون من كم يوم بالصدفة وعرفت منها إنك ساكنة هون بهالمكان الوضيع هاد، مشان هيك إجيت لحتى أشوف شو وضعك. شكراً كتير، أنا مبسوطة ومشتاقة كتير شوف حدا من عيلتي. تفضلي ارتاحي عدي. يا ربي رح تنكسر. ما تخافي عدي. متأكدة؟ طبعا متأكدة، تعالي عدي. جانو ماني عارفاني كيف قدراني تعيشي بهالمكان اللي ما في جنس الحياة، عن جد مكان قذر ومقرف كتير، والريحة معباية من جوا ومن برا رح استفرغ. هاد بيت شوفي كيف وسخ وحيطانه ورح تهرق. ماني شايفة لا عفش لا أغراض مطبخ، كيف عايشة بهالوضع؟ كيف عم تدبري أمور حياتك؟ مانو تشربي شي؟ شو؟ اشرب شي؟ إذا شربت نقطة مي من هون فأنا متأكدة إني رح استفرغ فورا. الأكل والشرب بهيك مكان مقرف شغلة مستحيلة، لا يمكن. يا ربي ماشي. كيفهم أهلي؟ كلهم مناح. وأمي؟ أمك بيكون أحسن إذا ما سألتي عنا، مشان هيك أنا رح خبرك شي بخصوصها. ليش؟ شو السبب؟ هي منيحة؟ إيه هي منيحة، ما في شي بخوف أبداً، بس هي زعلانة ومقهورة كتير منك يا جانو، ومعها حق طبعاً، بنتها هربت بليلة عرسها مع شخص تاني فطبيعي تتعذب وتتوجع وتنقهر. طيب بابا وأخي وبوني وروتشي كيفهم كلهم؟ أنا قلت لك كلهم منع. مانو هون؟ كيفك؟ أنا منيحة ومبسوطة لأنك إجيت، لأني حابة هنيك على هذا المكان العظيم المقعد أميرتك فيه واللي حضرتك أقنعتها تهرب معك لحتى تتبهدل وتجي على القرف والوسخ، والمكان برا وسخ بنفس وساخة جوا. بس أنا لحظة، طالما أنه ما عندك القدرة أنك تسعدها وتهنيها فليش خليتها تهرب معك؟ أنت دائما كنت تدعي أنك رح تخليها مبسوطة وتحقق لها سعادتها وأحلامها، وين؟ هي السعادة والحياة اللي عم تحلم فيها؟ إذا ما أنك قدران تعيشها وتسعدها خبرنا فوراً، نحن منقدر نصرف عليكن ونعيشكن، لأنه بابا وفينود لساتن عايشين وجانا بتضلها بنتنا، وإذا هي تعيسة وواقعة بورطة فنحن أكيد رح نساعدها. مانو بعتقد إنه الوقت تأخر ولازم تروحي. جانو مانو أنت تجاوزتي حدودك، بس تذكري إنه مازن كان ولساته عم يحمي شرف العيلة، وإنه وقف معنا كتير، وإذا نسيانة تذكري بس زواج فارشا. ممتاز كتير منيح، أنا بس متذكرة قديشك غبية لأنك عم تدافع عنه. أنا غلطانة لأني قلقت عليك وجيت أطمن. ما في داعي تقلقي أبدا، نحن عايشين أحلى حياة ومبسوطين. لو سمحتي روحي من هون. ماشي، بس جانا تذكري كتير منيح انك رح تندمي وتدفع الثمن، ورح ذكرك.
دينود الساعة 8:30 ومانو لهلأ ما اجت. ايه ماما هلأ حكيتها، اكيد بتكون صارت على الطريق. يعني انت ما سألتها؟ ليش تأخرت كل هالقد؟ غريب، هي اول مرة. ليك تعي. وين كنتي هلأ؟ كنا عم نحكي عنك. ليش تأخرتي هالقد؟ قلقت عليكي كتير. التأخير أبداً مو منيح، وخصوصاً بهالوقت، إنه هلأ صار وقت النوم، ووقت حدا بيتأخر عندي لهالوقت أنا كتير بخاف. يلا روحي غسلي هلأ، هلأ بحضر لك الأكل. لحظة ماما، أنا شفت جانو اليوم. مانو ليش رحتي شفتيها؟ كان لازم شوفها بينود. ماما فينود بابا كان لازم شوفها. إذا كانت جانا منيحة أو ما منيحة هالشي بيعود إلها، بس نحنا ما منقدر نتركها تخرب حياتها من دون ما نتدخل. هي بنت العيلة، إذا كانت بأي مشكلة هذا واجبنا أن نساعدها. مشان هيك أنا رحت لعنيه، رحت لحتى ساعدها بس ما قدرت، ظروفها كتير صعبة كانت. جانا هي مرت أخوكي، ما حكيت صح، بس الشيء اللي قالته هو حقيقي. مازن، مجرد وجودك جنبي بخليني رضيانة بالعيشة. مازن، أنا ما قدرت أتعود أنه أعيش بدونك، والمصاري ما عملت لي شيء. مازن، كم مرة لازم أقلك أنا كتير مبسوطة معك، مبسوطة كتير. طيب مشان تنبسطي أكتر أنا رح أقلك، أنا لقيت شغل شوفير. عن جد؟ أنت لقيت شغل مازن؟ شفت قلتلك الله ما رح يخليك ترجع بدون شغل. الله استجاب لدعائي. خدي عطوني سلفة. شبك مازن؟ ليش مبين عليك زعلان ومهموم؟ لازم تكون مبسوط، بيتنا اللي عم نأسسه بلش هلأ إن شاء الله، لهيك لازم تكون متفائل. يلا ابتسم، لأنه حاضرنا ومستقبلنا كمان رح يكونوا كتير حلوين. الحمد لله على كل شي جانو. مازن، أنا بدي ورجيك شغلة. دقيقة. طلبتم السيد دراغو، بعرفك كتير بتحب الأغاني القديمة، لهيك قلت بجيبه لأنك رح تحبه. يا الله حبيته. وجبت أكل كمان، بتاكل؟ ايه. فضل، الأستاذ طلبك أنك تجي، هو لازم يطلع بهالوقت؟ راجو ما خبرك؟ هو ما عنده وقت محدد للشغل مثلنا. ايه بس مازن، روح لا تخاف علي، خد شوية أكل معك، خد. ايه شو تقول؟ اكيد البضاعة انضبيت؟ اوكي. ايه نحن طلعنا، رح نكون هنيك بعد شوي. اسمعني، تفقد البضاعة مزبوط، اذا بيصير مثل هداك النهار انا رح ارفض وما رح ادفع ولا فرنك ابدا وتصف له. لسبب واحد، التهريب صاير بهالايام مو مربح، وفوق كل شيء هدول الناس وبغبائهم خربوا كل الشغل. عجل الشرطة. ليك يا بطل، انت شو اسمك؟ مازن، استعجل بسرعة.
بس 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 وقف هون، وقف وقف معلم، ما عم يلحقونا. نحن كنا رح نلمسك اليوم بسهولة. يا ترى مين هذا الحقير اللي بلغ عنا للشرطة؟ شو يا بطل؟ والله أنك بتقدر السوق مزبوط. نحن نفدنا منهم بفضلك اليوم، وأنا رح أعطيك هدية بسبب هي المهمة يا بطل. أنت بكرة ذكرني. أنت محظوظ لأنك قابلت رجال غني مثلي أنا. مازن رجع بسرعة. مرحبا جارتنا. أنا جارك، لا تخافي. أنا هلأ لعرفت إنكن جيتوا لهو مشان هيك. أنا فكرت إنك جيتي وعملت زيارة. أنا هون الكل بالكل، جاركن هون بالبيت. إيه بالبيت، وطبعا لازم أعرف عنك كل شي، وهذا ضروري. وهي الغرفة لفترة فاضية. هلأ صرتي انتي ساكنة هون حدنا، رح اجي لعندكم بعدين، رح نحكي شوي وبعدين رح اكل كل شيء. بس وين بيكون جوزك؟ انا يعني ما شفته، انا لسه ما شفته. وينه؟ وقليلي اخي، هو برات البيت. قصدك انه ما له بالبيت؟ وانتي لحالك؟ انتي راح تنامي لحالك؟ بس حرام عليكي. هو بعدين راح يروح على شغله، مو هيك؟ ليكي انا رجال كتير كتير محترم كتير، بس الجيران اللي ساكنين هون عنا كتير سيئين. لا لا لا، ما تخافي بالمرة. لا قطعك. انت شو قاعد عم تعمل هون؟ اكيد متخبي. ما قلي لي شوف شو قاعد عم تعمل هون. لك دورت عليك بكل الحارة، ما بدك تبطل شرب، ما بدك تبطل عوايدة. شو سلك؟ ما نشوف المرأة، تركيني شوي شوفها. انت اجيت تتعرف عليها ولا اجيت تخوفها؟ سامحيني يا اختي، هاد بيكون زوجي، بس وقت بيسكر بيتغير. بدك ما تسألي، ما تخافي، أنا بعتذر عن تصرفه. لا لا، ما في داعي، بس يلا خديني لهون. طيب امشي. بشوف ما بتستحي تضلك سكران. يعني شو ما عليك؟ امشي امشي، يخرب بيتك، خلقتني امشي. طع عمرك امشيك. جانا افتحي الباب. جانا، مازن، جانا شو المشكلة؟ طلعي فيني، ليش خايفة؟ من شوي قبل ما تيجي دق الباب زلمة سكران وما لقيته غير دخل لهون. يلي خايف منه صار هذا السبب يلي ما بيخليني اتركك بالليل. الحق علي انا، وقت عرفت انه في غربه هون ومالي طالب ايدي شيء، ليش قبلت انه اخذ هذا الشغل؟ وخاصه انه بالليل. مازن خلص، حاجه تزودها، انا ما كان لازم خبرك. جانا هي مازن، نحن اللي اخترنا هذا المكان ولازم نتحمل كل النتائج. مو مجبورين نواجه هدول السكرانين. خلص انت ما تاكل هم، رح لاقي الحل ولا يهمك. مين ما إجا من يوم ورايح رح أسأله مين أنت، وإذا جاوب وعرفته بفتح له الباب. هذا رح يحل المشكلة، صح؟ خلص هلأ أنسى كل شي صار معي وخبرني، شلون كان يومك الأول؟ عجل الشرطة، استعجل بسرعة. يلا كان منيح. بدي اتدوش مشان ناكل لأنه جوعان. مازن، كنت
جاي عبالي بكرة روح صلي. بتحب تروح معي؟ طيب أنا رح وصلك وبعدين بروح على الشغل. تعي رح حط لك تأكل. ليش ما بدك تحاكيني؟ ليش بقى شي لنحكي فيه؟ انت ساويتي اللي مفكرة انه هو صح، وانت بتعرفي شو هي العواقب. استحمي. مانو خبرتني كل شي عنك. كتير انبسطت لما سمعت هذا الشي. انت عم تدمري حالك ومو حاسة. شو هالمكان اللي عايشة فيه؟ شي بيقرف. هنن ما بيهموني، أنا مبسوطة. حتى نحن مو هامينك. أنا نازلة، وصلت على المحطة. أنت هون؟ أمتى وصلت؟ هلأ، بس إجيت بكير لأنه التغى اجتماع المدير وعنده طلعة المساء، فقلت بجي على البيت. تأخرتي لأنه في زحمة بالطريق؟ لا، مثل العادة دايماً زحمة كتير. جانا شوفي، عم تبكي؟ لا مازن، بس وأنا جاي بالقطار فات غبرة بعيني، مشان هيك عيوني عم بدمعوا. أنت بتعرفي إنه ما فيك تكذبي علي. خبريني شو صاير. أنا عم خبرك مازن. شو صار مازن؟ أنا شفت أمي بالقطار. شو قالت لك؟ هي ما قالت شي، حتى انها ما رضيت تطلع فيني. انا ماني عارفانه ليش امي عم تساوي هيك. مازن هي الوحيده اللي بتحبني اعيش سعيده بحياتي واختار نصيبي بايدي. ليش الاسوأ؟ ليش ماما عم تساوي فيني هيك؟ عم تتصرف وكانها مو امي. شو الذنب اللي ارتكبته لحتى تقطع علاقتها معي؟ لا تبكي لا تبكي روي، القصه ما لها هيك. هي اصلا بتحبك اكثر من اول، وزواجنا كان مخالف لعاداتهم لهيك زعلونا، بس بكرة بيرضى. هيك هي عصبت شوي بس رح ترضى. طولي بالك، القصة بدها فترة لتنسى. المهم نضل واثقين بعلاقتنا. أنا عندي فكرة حلوة. كونه صلنا كم يوم ما عم نفضل نشوف بعض، خلينا نطلع برات البيت منتسلى كتير.
جانا؟ أساور، تذكري لما أول مرة أخذتك فيها برات البيت؟ اشتريت لك كم وحدة، واليوم نفس الشيء. لا مازن، هلأ اشترينا الوردات بلا الأساور. هلأ إيه؟ أساور ورد للشعر والأساور للإيد، كيف الاثنين بدهم يلتقوا؟ يلا ورجينا أساور حلوين. جانا خبرين، أي أكتر وحدة حبيتي منهم؟ أي لون حبيبتي؟ مازن ما بتقدري تقرري. طيب أنا رح قرر. هاد أخي أعطينا هدول. هدول؟ إيه هدول. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.